إذا كنتوا راجعين من بلد سجلت فيه حالات كورونا أو احتكيتوا مع حالة كورونا مثبتة أو محتملة، من واجباتكم تجاه حالكن، عائلتكن والمجتمع إنه تعملوا حجر منزلي لمدة 14 يوم. ما تروحوا على الشغل أو المدرسة أو الجامعة أو الأماكن العامة والمناسبات الاجتماعية. اطلبوا من أصحابكن أو حدا من عائلتكن يجيبوا لكم الأكل أو الدواء ويتركوا الغراض على باب البيت. غسلوا إيديكن بالمي والصابون لمدة 20 ثانية كذا مرة بالنهار. ما تستقبلوا زوار. حطوا نفاياتكن بكيس زبالة بلاستيك، وقبل ما تكبوا الكيس حطوه بكيس تاني واربطوه. وإذا ما كنتوا ساكنين وحدكن لازم تبقوا بغرفة منفصلة مهواية منيح وفيها شباك، ولازم تستعملوا حمام غير اللي بيستعملوه الباقيين بالبيت، أو تعقموا الحمام وكل الأدوات اللي لمستوها بعد كل استعمال. وما تشاركوا كبيات أو غراض أكل أو مناشف أو أغطية التخت مع غير أشخاص بالبيت. اتصلوا على الرقم 76-592-699 في حال ظهرت عليكم هيدي العوارض: حرارة، سعال، عطس، ضيق نفس، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة العامة 1214 للحصول على استفسارات.